وسط تحديات تشهدها الساحة الدولية، افتتح مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم أعمال دورته 28 بجلسات وزارية رفيعة المستوى. خاطبها كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي، كما خاطبت جلسة الافتتاحية معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة العربية السعودية الدكتور بندر بن محمد العيبان. تؤكد المملكة العربية السعودية أن التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تنطلق من منهجها الراسخ المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرمت انتهاكها على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، وإنما تنعم به المملكة من الأمن والاستقرار والازدهار هي عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني. وفي إطار تطوير مرفق القضاء وبما يعزز حقوق الإنسان، فقد صدر مؤخراً أمر ملكي يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع مدونة للأحكام القضائية وتصنيفها على هيئة مواد تستند على أبواب الفقه الإسلامي. حذر معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان من تصاعد وتيرة الإرهاب وتنامي جذوره، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة ومكافحة الإرهاب، وأكد معاليه إدانة المملكة العربية السعودية لجميع أنواع الجرائم الإرهابية بما فيها الاعتداء على مجلة شارلي إبدو الفرنسية. إنما يشهده العالم اليوم من تصاعد وتيرة الإرهاب وتنامي جذوره خطر قد حذرت منه بلادي وعملت على التصدي له بجميع السبل، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهته، واستمرارا للدعم الذي قدمته لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فقد قدمت مؤخرا دعما بمبلغ 100 مليون دولار للمركز لمساعدته على القيام بمهامه على الوجه المطلوب. كما أكدت حكومة المملكة العربية السعودية إدانتها للاعتداءات والجرائم الآثمة كالاعتداء على مجلة شارلي إبدو وما يرتكبه تنظيم داعش الإرهابي من جرائم إرهابية بشعة. أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلمة المملكة العربية السعودية أن أبشع انتهاكات حقوق الإنسان هي تلك الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وجاء ذلك في الوقت الذي دافع فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن إسرائيل واصفا إياها بدولة الديمقراطية. إن من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت قائمة في عالمنا اليوم هي تلك الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمتمثلة في قتل المدنيين ولا سيما النساء والأطفال والاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب وهدم المنازل والتمدد الاستيطاني وتهويد القدس الشريف وتجريد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، في تعد صارخ على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعلى مرأى من العالم أجمع. تحسين حالة حقوق الإنسان في العالم على نحو موضعي وغير انتقائي، هذه دعوة أطلقتها المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.